ثلاثة مشاريع ابتكارية توج في الحفل الختامي للطبعة الثالثة لبرنامج تحدي الشركات الناشئة الجزائرية. مقاولين شباب قاموا بتطوير مشاريعهم في مختلف التخصصات لينالوا عنها التقدير والاعتراف. هذه الشركة تهدف إلى توفير الحلول التقنية في مجال تربية النحل لواحد القطاعات الهامة في مجال الفلاحة. معنا فريق عمل مهتم بال يعني متخصص في التكنولوجيا ومتخصص في الإلكترونيك. احنايا عندنا مشكلة في تربية النحل اللي هي تعرض خلايا النحل للسرقة لأنه توضع في أماكن غير مأهولة. هذا خلانا من 3 سنوات من العمل والتطوير نوصل إلى جهاز قدمنا للحصول على براءة اختراع لأنه يعتبر نموذج فريد. والحمد لله يعني شاركنا في هذه الطبعة في تحدي المؤسسات الناشئة بهذا الجهاز في تخصص الأمن الغذائي وتحصلنا على المرتبة الأولى. طبعة ثالثة من أجست تشالنج عرفت ابتكار حتى في طريقة تنظيمها من حيث تطرقها إلى عدة محاور مهمة وتخص بشكل مباشر الاقتصاد الوطني على غرار التكنولوجيا المالية لفينتك الإمداد واللوجيستيك والسلامة الغذائية والفلاحة الذكية لاغريتك والفودتك. تطور هذه المشاريع الابتكارية كان الفضل فيه لحاضنة الأعمال هيكل يعمل على توفير مقومات النجاح للمؤسسات الناشئة ومساعدتها على تخطي المراحل الأولى للتأسيس. حامل المشروع لازم يحوس على المرافقة من يقدر يكون عنده من أجل تشد المشروع، تقدر تكون من عند حاضنة الأعمال، تقدر تكون من عند مرافق التمويل، تقدر تكون من عند الجامعات أيضا كذلك من قبل الخبراء. هذه المرافقة تمكن حامل المشروع أنه ما يفشلش. وبما أن الدعم المالي عنصر مهم في ترقية المؤسسات الناشئة وإنجاح مشاريعها، فقد كان لبعض المؤسسات مرافقة لهذه المشاريع حتى الوصول للتتويج. Donc aujourd'hui, un grand groupe, justement, s'il crée un département de recherche et développement, il sera très limité dans ses choix, justement, technologiques, dans son orientation, dans ses limites financières. Et donc, pour nous, c'est une source d'inspiration et aussi un énorme potentiel, justement, qui peut nous apporter de nouvelles idées de développement, de diversification. Et c'est pour ça que nous accompagnons ce genre de projet. تطوير روح المبادرة لدى حاملي المشاريع المبتكرة وترقية المقاولاتية هي عوامل من شأنها الدفع بالمؤسسات الناشئة وتشجيع الشباب أصحاب الأفكار على منح الإضافة للاقتصاد الوطني.